كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. وبيوم العاشر كله مو مال نوم إلى ليلة 11 قاعدة تصلي صلاة الليل من جلوس. شقد تحب الله، شقد صابرة على مصائبها، على نوايبها، على ابتلاءاتها. امرأة فقدت كل ما عندها، أعز ما في الوجود في ذلك الزمان هو الحسين وراح من عندها، لكن ما تركت الله. لما جاء وقت الله افترشت الأرض ولو كان من جلوس تدعو الله تبارك وتعالى، وما تركت مسؤوليتها وهي تحافظ على عائلة أخيها الحسين، واقفة بباب الخيمة حتى لو إجا فارس إجا عدو من الأعداء تمنع من دخول الخيمة. وهي واقفة بليلة 11 وإذا بها تشوف سوادة قد أقبلت عليها، وضعت يدها على قلبها ونادت: يا فارس، دونك الخيمة، نحن نساء مسلبات، لا كفيل ولا محام ولا نصير. اختنقت بعبرتها ونادت بلسان الحال: تقل لي الجايم خيام، نشد ريد خيام، ان كان قصدك سليب ما خلى العده، هجموا علينا وفرهدا وما في خيمنا، شكوى إلى الله سلبا وحتى زرنا، يا كل ما نخانا ما لفى واحد رحمنا، يا هذا الخبر عندك ولا تروعها لطفة. وويلا تقل صد لا تروع نسوة المظلوم بالليل، ما تسمع الحنة بالمخيم والعوي، ما ينكسر قلبك حراير مالك فيل، تهجم علينا في محلنا بليل خيام. ايش عندك يا زينب؟ اسمع ايش تقول له: وان كان ما يكفيك حتى تدخل تشوف، اسمح لها: وان كان ما يكفيك حتى تدخل تشوف، اتريض بخلي الحرم تتستر بالجفوف. هل جاتني بحالي أخبر لك من الخاف، بالغصب يا هذا علي أشرح الحق. تحجي وهو يسمع ولا سمعت كلامه، من غير نور يلوح ومضيق الثامة، كل ما حجت دمعة على خده تهامة. شو تقول له؟ نادت تصد والله انت خاتب فحل ارجع. وويلا تخوف تقول له: اما انترد لو انت خب غوث المنادي، يا علي من الجيل عذر ناصر محمد الهادي. ما تحملها اختنق بعبرته، قالها: يا حرة مصيبتك فتت فادي،
لا تعددين مصيبتك ما تملي حال. قال لها مصاب اللي صابك صاب قلبي يا حزينة، تخبرين من شاف المصيبة نصاب عينا. قالت من انت؟ قال انا الما تنكرين، انا ابوك بنتي علي ما خف الحق. انكبت عليه ونادت ابا يا علي ضربونا، ابا يا علي شتمونا، ابا يا علي سلمونا، ابا يا علي هتكونا، ابا يا علي حرقوا خيامنا، ابا يا علي قتلوا رجالنا، ذبحوا اطفالنا، ابا يا علي صعد شمر على صدر الحسين. ايها حسينا وسيدا، شي قل لها رد الخبباري عليلك والخواتين، وانت لوين تريد؟ قال لها الغريين ليش يا أبا تروح وتخلينا؟ قال أنا ما أقدر أبات بكربلا واسمع هلوني، أنا ما أقدر أشوف حسين يتعفر بالرمال. بيت الدعاء وأسألك الدعاء، تقول له أبا إذا مسافر وصي بنا، وصي بي الله وروح يا منجي العذراء، ما تقدر تشوف حسين مرمي فاق غبرة، شحال اللي شافت شمر صاعد فاق صدرة، هبر وداجة وشال راس فاق عس. لا تبزغي يا شمس كي لا ترى، زينب حسرى ما عليها خمار. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله يا الله يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. فرج اللهم عن شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض وفي مغاربها، من على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، وعلى الخصوص من أوصانا بالدعاء. اللهم اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين المسببون لهذا المجلس، اللهم تقبل عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين. وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.